اهلا الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كل شيء مزيان، اموركم هانيه. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو ان شاء الله. اليوم جاتكم فيديو جديد ان شاء الله، وهذا الفيديو غيكون صراحه فيديو زوين بزاف، لانه فيه واحد الوصفه اللي فريمو خطيره بزاف، اللي محتاجها اي بنت فينا ولا اي امراه. كي قلت لكم، اليوم غنبارطاجي معكم الوصفه ديال فيتامين سي. كيفاش نصايبوا فيتامين سي ديالنا، فيتامين سي سيروم في الدار؟ كنعرفوا حنا كاملين تنحتاجوا فيتامين سي. فيتامين سي شي حاجه اللي ضروريه، وخاص اي بنت تعتمد فيتامين سي في الروتين ديالها اليومي، يعني في تغسل وجهها دير فيتامين سي، سواء في العشيه سواء في الصباح. مهم، فيتامين سي شي حاجه اللي ضروريه بزاف للبشره ديالنا. كيفاش كنعرفوا انه كيعطي اشراق للوجه، كينقي الوجه، تيصفي، يعني تيصفي الوجه من جميع الشوائب وداكشي اللي عندك يكون عندنا في الوجه. وملي تتبغي تشري فيتامين سي، صراحه تيكون داك تيتباعوا بحال هكا قريعات صغيورين، تيكونوا شي شويه غاليين، يعني بحال هكا هاد القريعه كتطلع مثلا، انا كنظن ارخص وحده كتكون شي 20 دولار، يعني بحال نقولوا حنا 200 درهم مغربيه او اكثر. يعني صراحه تيطلع غالي وتتكون صغيور، وخاصك تقتصدي عليه شي شويه وديري لوجهك وهادي. ولكن المهم، يعني شي حاجه اللي كما كنقولوا ضروريه. وانا اليوم ان شاء الله غنبارطاجي معكم كيفاش صايبوه في الدار، غيطلع لكم ثمن رخيص بزاف، لدرجه ان ما غتبقايش ديريه على الوجه، غتولي ديري اللحم كامل. انا صراحه ملي تصايبوه في الدار، ملي مؤخرا وليت كنصايبوه في الدار، تنديرو في وجهي وتنديرو حتى في لحمي كامل، يعني كنحاول ما امكن نعتني بلوكور ديالي كيف ما كنعتني بوجهي بحال. كيف قلت لكم، هاد السيروم البنات فريمون غيطلع رخيص 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 بزاف، وغتقدري تصايبي منه بمرات كتيرة، يعني ماشي مره، ماشي جوج، ماشي ثلاثه، ماشي اربعه، ماشي خمسه، غتصايبي منه كونتيتي كبيره، وغطلع لك فريمون رخيصه رخيصه بزاف. وقسما بالله البنات، الا بحالو بحال هذاك اللي تنشريو في الزنقه، ما كاينش فرق بحالو. فيتامين سي، لانه اصلا تنخدمو فيتامين سي، يعني ماشي تنخدمو شي حاجه اخرى هي اللي تنستخلصوا منها فيتامين سي، لا البنات، غنخدمو فيتامين سي باش نصايبو السيروم ديالنا. المهم، غنبدا معكم دابا البنات باش غنوريكم المقادير اللي غنحتاجو في هذا الفيتامين سي في هذا السيروم ديالنا، وكيفاش نصايبو هذا السيروم ديالنا. يلا اللي حل هذا الفيديو بقاو معايا حتى الاخر، وقبل ما ندوزو للوصفه ديالنا ما تنساش ديري ليا لايك الى عجبك الفيديو بيان سيغ، وبارطاجي الفيديو ديالي مع اصحابكم والعائله ديالكم. ولا كنتي اول مره كتشوفي القناه ديالي، نتمنى تضغطي على زر الاشتراك. يلا خليكم معايا دابا. مهم البنات، هنا عندنا فيتامين سي، فيتامين سي باودر، كيجي بحال هكا، كيجي من هاد الماركه نيوتريكاست، كيتباع في امازون، كيجي على شكل باودر كيف كتشوفوا هنايا، راه فيه خير ربي يا البنات، راه كبيره القرعه، فيها 907 غرام، يعني 2 باوند، يعني راه يدي لكم. وهذا البنات راه تخدموه ماشي غير في الوصفات بحال هكا اللي غندير دابا، تخدموه مثلا في السكرابز، تخدموه في الماسك، تخدموه مثلا تشربوه مع الماء او مع العصير ولا مع اي حاجه بغيتو، يعني صراحه كتخدموه في بزاف د الحوايج. وصراحه ثمنه ما غاليش بزاف، داير شي 16 دولار يمكن في امازون. هذا البنات غليسيرين، صراحه الغليسيرين معروف انه كيرطب وداكشي زوين. هذا شريتو من امازون البنات، فيه شو القرعه شحال كبيره حتى هي، فيها 473 مليلتر، من لامارك ناو، حتى هذه معروفه البنات هاد لامارك، وكاينه في امازون. والغليسيرين البنات الا ما شريتوش من امازون، راه كاينين تقريبا في كاع لي ستور، يمكن كتكون قريعه صغيره ولكن راه كاينين. هذا البنات ماء مقطر، كاين حتى هما البنات everywhere، كاين بالنسبه للبنات اللي ما غيلقاوش ولا شي حاجه، غليو الماء البنات وخليوه يبرد عاد خدموه. ولكن كيف قلت لكم، راه موجود هذاك الماء المقطر، وكيتباع في بيدو كبير، يعني عمري ما شفت صراحه في قرعه صغيره، ديما كنشوف بيدو كبير هو اللي تنشوف. انا صراحه شفت واحد النهار قرعه صغيره، ولكن المهم شوفوا نتوما اللي مسلككم، بغيتو تاخذوا الكبيره بغيتو تاخذوا الصغيره. انا اصلا كناخذ القرعه الكبيره على قبل ولادي،
سو غنخدمها في الوصفات. وعندي هنا قريعه ولا كاس ولا اللي عندكم شي حاجه ديال الزاج باش نخلط السيروم ديالي. عندي هنايا هاد الدواز باش ندوز السيروم في القرعه. عندي القرعه هنايا، هاد القرعه البنات ديال كان عندي سيروم ديال فيتامين سي وسلاليه، غسلتها مزيان ونقيتها وخليت هي باش كنخدم. ولا ما عندكمش شي سيروم اللي مثلا غتخدموه ويسالي لكم وتخليو القرعه، راه كيتباعوها البنات هاد القرعي في امازون، او لا خدموا اي قرعه عندكم. المهم خاصها تكون بحال هاد اللون، يعني اللون ديالها غامق، ما تكونش كلير القرعه، ما تكونش قرعه شفافه. علاش؟ لانه فيتامين سي ديالنا سيروم ما خصوش يضربوا الشعر، خصو يكون مغموق بحال هكا، بحال كنقولوا مثلا زيت العود خصنا نديروه في قرعه مغموقه باش ما يضربوش الضوء. نفس الشيء مع السيروم ديالنا، خصو يكون بحال هكا. كاين بحال هادو في هذا اللون، وكاين حتى في الزرق الا ما خفت نكذب في امازون، يعني راهم موجودين. وعندنا هنا هادو المعلقه ديال العبار، عندي انا معلقه معلقه صغيره ونص معلقه، هادو هما اللي غنحتاجو هنايا. وعندي خديت هذا الموس، هذا هو باش غنعبر داكشي باش نقاد. المهم غندوزو دابا الوصفه ديالنا اللي كنحتاجو ليها معلقه ونص ديال فيتامين سي البنات. غنبدا باول حاجه معلقه، غنجيب هادشي نقربو هنايا. كيف قلت لكم البنات عندنا ناخذ معلقه ونص ديال فيتامين سي. ها هي هذه معلقه، معلقه ونص، نزيدو 5 معالق ونص ديال الماء. نجي نجيب هذه هنايا باش تشوفوا مزيان. خمسة المعالق ونص، شوش ثلاثة خمسة ونص، ها هما 5 معالق ونص. غنزيدو معلقة ونص ديال الجليسيرين، غنخدم انا هاد نص معلقة وغنديرها 3 مرات، واحد جوج ثلاثة، صافي. وغنحركو دابا السيروم ديالنا، خاصنا نحركو حتى يدوب كل شيء البنات. بحال هكا البنات حتى كيولي بحال هكا شفاف. واش ما غنديرو دابا؟ غناخدو القريعه ديالنا، وغنكبو السيروم ديالنا. جات قدو قد القرعه نيشان البنات كتجي، وها هو السيروم ديالنا واشت. المهم البنات هذا هو السيروم ديالنا، كيجي بحال هكا. هذا كيجي صراحه البنات سيروم واعر بزاف. هانتوما البنات شتو وبالنسبه للبنات هذاك الجليسيرين علاش درناه؟
باش ملي كديري على يدك كي بحال كيزلق لك في يدك وكيعطي لك واحد الترطيب في يدك، لانه ولا درنا عير الماء، الماء كيف كتعرفوا ما تيعطيش داك الترطيب زوين في البشره وما تيخليش البرودوي تيمشي مزيان في لابو ديالك. سو غليسيرين كيلعب هذا الدور، هذا انه كيرطب ومام طون كيعطيك داك لو في ديال انه الحاجه كتزلق كتولي سليبري، هذا هو المصطلح اللي كنقلب عليه. كتولي سليبري. ها انتم البنات راه درتو دابا، كاين فرق سبحان الله ما بين هاد اليد وهاد اليد، كيما دايره والو في يديا كيف كيجي. ها انتم البنات كيجي بحال هكا، شفتو كيجي بحال هكا. وكيف قلت لكم راه عمر ليا القرعه، صراحه ما عقلتش هاد القرعه واش ديال 30 مليلتر اولا 60 مليلتر، ولكن راه هادي راه تدي مده طويله، رغم انه انا تنديرها للوكور ديالي والوجه ديالي، يعني ما تنديرش غير الوجه، تندير اللوكور ديالي كامل وتتدي لي صراحه، يعني بصراحه ما عرفتش شحال المده تتدي لي، ولكن تتدي لي. حاجه واحده اللي بغيت نقول لكم البنات، بالنسبه ملي تخلطوا ملي تديروا الوصفه وتبداو تحركوا، راه غياخذ لكم واحد المده شي شويه، راه ماشي بالزربه في الفيديو، راه غيبان لكم الزربه حركت شي شويه من بعد صافي دغيا سميتو الخليط ولا كلير ولا شفاف، راه تياخذ شويه الوقت في التحرك، يعني تبقاو تحركوا واحد شويه، يعني ماشي تحركوا شي شويه تقولوا احكا راه ما بغاش يدوب ليا، احكا راه كذبات، احكا راه ما نعرف شنو. لا البنات غياخذ شويه الوقت في انكم تحركوه، ما غاديش يدوب سور بلاص، يعني غياخذ شويه الوقت، ولكن كيدوب البنات، يعني غير عطيو شويه الخاطر راه تيدوب. المهم البنات هذا هو السيروم ديالنا كيف كتشوفوا، كتشوفوا في يدي كيف كتشوفوا، صيبنا فيتامين سي سيروم في الدار بحويجات اللي بساط، يعني رخاصين بزاف صراحه. شحال طالعين عليا هاد الجوج؟ يعني الا قلنا مثلا انا صراحه ما عقلتش الثمن ديال هاد الجليسيرين، بلاتي غنقلب ونقول لكم شحال الثمن ديال الجليسيرين باش نعرفوا شحال طالع لينا هادو، لانه غنقول لكم التوتال شحال شريتهم، اما طالع راه ما يمكنش نحسبها، لانه خصك تحسبي شحال من مره صايبتي بيهم. سو انا نشوف غير التوتال، نشوف غير الجليسيرين بشحال داير ونقول لكم الثمن ديالو. دير 9 دولار البنات، هذا 9 دولار والاخر 16، يعني شحال؟ يعني 25 دولار باش طالعين هاد الجوج هادو، يعني يلا قولوا حنا الثمن ديال وحده في هادو او لا اكثر، يعني هذه الثمن ديال وحده كناخذو تقريبا ب 20 دولار ارخص حاجه، يعني البنات فريمون طالع داكشي رخيص بزاف، يعني دابا اللي جينا نحسبوها راه ما وصلش حتى لدولار ولا ما نعرف شنو، يعني صراحه شي حاجه زوينه. وميم طون كيف قلت لكم فيتامين سي ما كايناش شي وحده اللي ما تحتاجوش في الروتين اليومي ديالها، يعني الا كنتي ما كتخدميش فيتامين سي في الروتين ديالك، هذا هو الوقت باش تبداي تخدمي فيتامين سي في الروتين ديالك، وجربي هذه الوصفه وردي عليا الخبر، لانه فريمون وصفه سهله بزاف دغيا كتوجد، اقتصاديه، اهم حاجه انها اقتصاديه، لانه حنا تنقلبوا ديما على الحاجه اللي كتكون رخيصه وميم طون كتكون شي حاجه مزيانه. جربوا البنات فيتامين سي والله ما غتندموا عليه، لانه فريمون واعر 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 واعر، ماشي واعر بطريقه خايبه، واعر بطريقه زوينه، يعني غزال بزاف ما غتندموش عليه. المهم البنات المهم البنات نتمنى يكون عجبكم الفيديو ديالي وعجبتكم اهم حاجه الوصفه ديالي، لانه صراحه وصفه غزاله بزاف. المهم البنات كان هذا هو الفيديو ديالنا والوصفه ديالنا اللي صراحه وصفه رائعه البنات، كتستحق انكم تجربوها وكتطلع رخيصه، هذه اهم حاجه انها كتطلع فريمون رخيصه لواحد الدرجه ما كتصوروهاش، يعني الا شريتي فيتامين سي وكاع وما صدقش لك فيتامين سي سيروم، راكي غتستافدي منه انك غديريه في العواصر ديالك، تشربيه مع الماء يوميا، يعني وين وين كيما كيقولوا الامريكاني، وين وين ما خدمتيش كوصفه هكا سيروم تقدري تخدميه انك كتشربيه لداخل، يعني واهم حاجه احسن حاجه بالنسبه للكور ديالنا هو انك الحاجه ملي كتدخليها من الداخل، يعني فيتامين سي ولا اي حاجه، حيت التغذيه كيكون عندها دور كبير على البشره ديالنا كيفاش كتبان. والجليسيرين كنخدموه بزاف في الوصفات، يعني شي حاجه اللي ضروريه توا في الوصفات. المهم البنات نتمنى كيف قلت لكم يعجبكم الفيديو، تكون عجبتكم الوصفه ديال اليوم، ونتمنى تجربوها ان شاء الله،
ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم، باي باي.